دلوقتي خلونا نروح نتعرف على أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، والأبرزها ثلاث مباريات قوية في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، وأخبار تانية هنتابعها بالتفصيل في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيقدم مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية حفل لفصول الباليه الساعة 8 بالليل على المسرح الكبير. هيتضمن البرنامج مشاهد من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الكلاسيكية زي بحيرة البجع والأمير علي. كمان النهاردة هيستكمل طلاب الثانوية العامة المكفوفين لامتحانات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، وهيمتحن الطلاب امتحان التاريخ الورقة الأولى في كل لجان المكفوفين اللي موجودة على مستوى الجمهورية. لعشاء الدوري المصري هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة. الزمالك هيواجه غزل المحلة الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت فيوتشر هيواجه الإسماعيلي، والساعة 9 بالليل الأهلي هيواجه بيراميدز.